نبداو بالمقادير ديال العجين على بركه الله. ايه عندنا كيلو ديال الدقيق، جوج المعالق ديال زيت العود العاديه ديالنا، جوج المعالق كبار ديال زيت المائده، عندنا جوج المعالق كبار ديال الخميره الفوريه، الملح لقيات اللي كنملحو بالعادي ديالنا، معلقه كبيره ديال السنيده، وعندنا 150 غرام ديال الزبده. الزبده ما نستعملوش غير المارغرين، واي نوع ديال الزبده ممكن تستعمل. العجينه كنعجنوا العجينه ديالتنا عاديه، يعني كنجمعوا العجينه غير هي ما كتكونش مخفوفه، كنجمعوا العجينه ديالنا. كناخذوا هذيك الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. اييه كان يعني ديك العجينه كندخلوا فيها هذيك الكميه ديال الزبده 150 غرام اللي عندنا، كندخلوها كلها وحنا كنبيكو. يعني ولو تبان الاخوات بانها بدات كتجرى ما يخافوش، ما حدهم هما كيدلكوا والعجينه كتجمع. يعني ونسير النجاح ديالها هو هذه الزبده. كنكملوا العجينه ديالتنا، كنديروها في واحد البول وكنغطيوها، كنديرها في شي بلاستيكه وكنخليوها حتى ترتاح، يعني نص ساعه راها كافيه. اييه هاد الا بحال دابا كنت عندنا شي مناسبه او شي حاجه بغينا نديروا بلاطو مشكل، كنقبطوا ديك العجينه كنقسموها على عدد ديال المملحات اللي باغيين نخرجوا حنايا. يعني باغيين نديروا لي ميني برجر، باغيين نديروا ساندويتش، باغيين نديروا، يعني كنقسموا العدد اللي بغينا. انا اللي كنت خدمت مع البنات هي المستفيدات، تبارك الله. درت معاهم البيتزا بالصوصيص، البيتزا بالصوصيص، يعني بيتزا بالنقانق بالصوصيص، واخا. بيتزا بالنقانق. كناخذ العجينه ديالتي كنطلقها بالمدلك، ودائما نصيحه للاخوات، يعني باش العجينه كتجينا شويه مقرمشه، فاش كنجيو نطلقوا العجينه نطلقوها في السمنه دقيقه. اييه واخا. نطلقوها بالمدلك فوق فعلا دقيقه، كنطلقوها بالمدلك مزيان، وكنتكوها بالشوكه كلها، وكنقصوها بواحد الساك، يعني القياس اللي بغينا على حسب الحجم اللي بغينا حنا. اييه كندهنوا عادي بصوص طوماط، يعني الاخوات راه كل واحد كيطيب بالشكل والطريقه اللي بغا ديال صوص طوماط. وكنكونوا من قبل شحرنا السوسيس واحد المعلقه ديال الزيت، وكنقطعوه دوائر وكنحطوه على جنب. كناخذوا الفلافل الملونين او غير خضر، يعني على حسب اللي متوفر عندنا. كنشحروهم شويه ديال الملح، ثومه محكوكه، وشويه ديال القزبر والمعدن، كنشحروها حتى كتنزل، ماشي حتى كتطيب، يعني غير كتبان لي ماشي شويه صافي، حيت مازال غتدخل الفران. صافي كنقبطوا لو فون ديال البيتزا ديالنا، كندهنوه بصوص طوماط، كنديروا فوق منهم الفلفله الوان، كندخلوهم الفران حتى كيطيبوا. عاد كنديروا من الفوق الدوائر ديال النقانق ديالنا، وكنحكو شويه ديال الفرماج، وكنديروا فوق منهم رشيشه ديال الزعتر او الزعتر اللبناني اللي متوفر، وطريف ديال الزيتون. كندخلوهم المره الثانيه فقط، غير كيدوب لينا هذاك الفرماج فعلا. وكنقدموهم بالصحه والراحه.